call me a god. You call me a god. اهلا وسهلا بكم في فيديو. هذا الفيديو راح يكون استثنائي، ما بيكون من ضمن الجيم بلاي بلاي ليست. في هذا الفيديو بنتكلم عن كيف اني وصلت سفينتي لليفل 10. لو تشوفوا هنا ليفل السفينة 10، ولو نسوي ادارة السفينة بنشوف ان تجاوزنا اصلا ليفل 10 بشوي، تقريبا ربع تجاوز. اقدر كنت امليه للثلث، بس الافضل انك تلعب الاسلحة اللي تحبها اكثر. بالنسبة للاثاث ما بتكلم عنه لانه ما يحرك شيء. لو تشوفوا هناك تحت على اليمين ما يتحرك شيء، فما بتكلم عن لا يتحرك والله. بس ما بتكلم عن هذه لانه تاثيرها خفيف، ونفس الشيء انت اكثر تشوف ما تاثير يعني ما تشوف التاثير اللي تاثر فيه هناك كثر ما انك تشوف. شوف مثل هذه فرن النار البحريه، لكن انا ما عندي اصلا النار البحريه فما بستخدمها بالرغم انها ترفع. فانت اصلا هنا تستخدم الحاجات اللي تتناسب مع الاسلحة اللي تستخدمها في سفينتك. اللي بتكلم عنه اول شيء درع. الدرع اذا كنت ليفل 9 فالدرع تقدر تجيبه، هذا الدرع الذهبي تقدر تجيبه عن طريق مهام الاستحواذ الكو اوب. مهام الاستحواذ كو اوب بعد ما توصل لليفل القرصان. هنا بيكون في عندك مؤقت تحت على اليسار. شوف بعد 10 ثواني 7 ثواني نشوف. نقدر ننتظر ونشوف المهام الكو اوب وش بتجيب او وش بيظهر لنا. فقط ظهر لنا مهام اونلاين، وهذه مهمة كو اوب. تروح تسيطر عليها، سرقة الاسطورية اللي هي الليجندري هايست. تسيطر عليها بيعطوك باليسيد، هذا خليك باليسيد. لو رحت وخلصت هذه المهمة يعطوك خليك باليسيد، وفي نسبة صغيرة انهم يعطوك دروب لهذا اللي هو الدرع اللي تكلمت عنه قبل شوية. اذا تكلمنا عن هذا الدرع من وين بتحصله، والدرع صراحة يزيد واجد. شوف يعني شوف ليفل السفينة بسبب الدرع فقط. انا كنت عندي هذا و 340 كان عندي هذا، كان عندي هذا. وشوف يعني تقريبا يرفعك ليفل كامل في السفينة. فهذا الدرع الحارس الملكي جميل جدا، بس من تجربتي له ما اعرف شفته شوي ضعيف في الكومبات، بس يرفع لك الطاقة او انه كان في جلتش في اللعبة في الفيديو الاخير. بالنسبة للاسلحة اللي استخدمتها بتكلم عن الاسلحة واتكلم من وين جبتها. ففي البداية لو نشوف هذا السلاح اللي هو المنجنيق الاحراق ليفل 3. منجنيق الاحراق ليفل 3 بتحصله في البلاك ماركت عند من اسمها هذه البنت إنيتا، او عند هوما في تلوك بنجارة، وتقدر تشتري من هناك. اتوقع انه ليفل كات ثروت. فتقريبا اذا انت واصل هنا لهذا المرحله وتريد توصل ليفل 10 بيكون مفتوح عندك، فما بتكون عندك اي مشكله. هذا حطيته في مقدمه السفينه. جانب السفينه الايسر افضل سلاح عندي حاليا اللي هو المونس ميج ليفل 2. المونس ميج ليفل 2 بتحصله عند في يعني ضابط سفينه متحطمه او مبحر سفينه متحطمه في موين كريك في المحيط الهندي. طبعا انت لو تمشي على الاسماء في هناك فيديو انا نزلت لكم اياه اتكلم فيه عن هذه المخطوطات وين تحصلها، فما اتوقع انكم الحين في هذا الفيديو تريدوا تشوفوا من وين احصل المخطوطات، وانما وش المخطوطات اللي استخدمتها او الاسلحة اللي استخدمتها. فاستخدمت هذا، طبعا لو استخدمت هذا بيكون شوية الليفل اعلى. بس مرة ثانية شوف هذا بيعطيني هذا اصلاح، السلاح اصلاح اصلا ما يفيدني في الهجمات بس بيزيد لطاقة السفينة، فانا اقدر اوصل السفينة حتى ليفل 11 يمكن لو ركز على هذه الاشياء. بس مثل ما قلت الاهم انك تعرف كيف الاسلوب الافضل لك في الهجوم، وانا بالنسبة لي هذا افضل سلاح حاليا عندي لحد ما اطوره. بالنسبة لليمين استخدمت مدفع الديمي ليفل 5، ما مطور بعده.
سلاح عادي من الخانات الأولى. بنروح بنمشي على الأسلحة مرة ثانية في خانة المخطوطات. هذا سلاح جميل بس مشكلته إنه ما يوصل لمدى بعيد. في نهاية اللعبة بتبدأ تحارب حصون وقلاع. لما تحارب الحصون والقلاع تريد أسلحة توصل لمدى بعيد، فهذا ما بيفيدك في نهاية اللعبة. بس بالنسبة للليفل، ليفل 10 هو هذا السلاح وصلني، يعني لأنه ليفل قوته 90، فهذا قوة ما ضعيفة أبدا. بالنسبة للخلف ركبت توربيد شيلاي ليفل 2. قلت الديمي تحصله نفس الحالة عند السماجلر في بلايت، في المحيط الهندي أو في البحر الهندي. عادي نفس الشيء، ما أتوقع أنه صعب، ونفس الشيء تقدر تعرف من وين تجيبه عن طريق المخطوطات. بعد شوية بنشوف، لكن ما بيظهر لي من وين أجيبه لأنه أوريدي عندي. صاروخ التوربيد تشيلاي، هذا تحصله في نكروبوليس في شرق الهند. نفسي هذا الصاروخ حلو، بس مشكلة الصواريخ هذه التوربيدات هذه تاخذ وقت لحد ما توصل للعدو، فلازم تفكر انك تضرب قبل، يعني قبل السفينة او امام السفينة لحد ما توصل السفينة هناك، ويوصل يعني تكون نقطة الالتقاء. يعني انت تضرب في نقطة الالتقاء، ما تضرب في السفينة ولا تضرب في مكان بعيد عنها. الدمج ماله عالي، سلاح جميل، بس خليته في الخلف لأنك ما دائما تريد تستخدم هالأسلحة اللي ممكن تضرب وممكن ما تضرب، فما دائما يكونوا هم خلفي. لما يكونوا خلفي يكونوا قريبين مني، ففضلت اني اخليه في الخلف. وفي الأسلحة البديلة ما عندي إلا مدفع الهاون ليفل 2. مدفع هاون ليفل 2 تحصله في الكاندي المنسي، اللي هي أتحت جزيرة على اليمين، يعني تحت على اليمين أو الشرق الجنوبي، أقصى الشرق الجنوبي. هذا بقدر أشوفكم وين تجيبه. هذا الجزيرة الكاندي المنسي، لا هذا ما الكاندي المنسي، هذا الكاندي المنسي، أيوة نشوف، أيوة هنا تحصل هذا السلاح. الحين نرجع نشوف المخطوطات، احاول نخلي الفيديو اقصر ما يكون. المورتار اللي هو الهاون، هذا هو تحصله هنا، هذا عندي اوريدي، لكن اريد ريشه المثقاب. ريشه المثقاب ما قادر احصلها بسبب انه الحصون شويه قويه علي. من ثم الشيلاي في الأسلحة مش المتقدمة، الأسلحة العلوية توربيد، هذا هو الشيلاي. نفس الشيء، صراحة سلاح جميل، أريد هذا، بس هذا ما عندهم، ما مفتوحين عند رحمة وعند شيرلوك وعند ديلوك بنجارة. يحتاج الدولار الذهبي. من ثم الكانون العادي، هذا يكون مفتوح بس يحتاج النابض الملتوي شوية. هذا من الأسلحة ومن المواد اللي ما بتلقاها بسهولة. عندك المونزمج اللي هو سلاح العلو، المنجنيق المونزمج، هذا سلاح جميل، ونفس الشيء النابض الملتوي هو الحاجة اللي بتكون ناقصة عندك. وفي النهاية البومبارد اللي استخدمه، هذا المنجنيق ليفل 3 اتوقع، بس استخدمه هذا بالضبط، هو ذا 98 ليفله، ونفس الشيء جميل جدا. اقوى اريد هذا ذا، بس حاليا هذا افضل سلاح عندي. شوف القوه 82، بالرغم من انه عندي هذا وقوته 98، لكن هذا الافضل. بكذا وصلنا لنهاية الفيديو. من هنا تقدر تشوف من وين تجيب هذه الأسلحة، بس الأسلحة اللي استخدمتها عشان أوصل الليفل 10 هي هذه اللي تكلمت عنها، وإن شاء الله لما أوصل ليفل 11 راح أتكلم أكثر عن الأسلحة وقوة الأسلحة وأفضل الأسلحة. أتمنى أن الفيديو عجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا زر سبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات، وتضغطوا لايك في هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.